أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال التلفزيون العراقي إن قوات الأمن العراقية تتوقع استعادة السيطرة الكاملة على مدينة الموصل خلال الساعات، لأنه لم يتبقى سوى بضع أمتار قليلة تحت احتلال داعش. هذا وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في بيان قال إن القوات الأمنية ما زالت مستمرة في عملية التقدم لتحرير ما تبقى من منطقة الموصل القديمة، ولم يتبقى إلا القليل للوصول إلى ضفة نهر دجلة. أفاد مراسل أخبار الآن من درعا بقصف لمروحية الأسد لمنطقة إيب في اللجا شمال درعا بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن قتل شخصين إضافة إلى جرح آخرين من بينهم أطفال. وقال الناشطون إن قوات الأسد تصاعد من القصف الجوي على مناطق اللجا منذ يومين بهدف فتح طريق بين محافظة السويداء وأوتستراد دمشق درعا. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية ثانية بريف الرقة الجنوبي الشرقي بعد معارك مع أفراد داعش. وقال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي غضب الفرات حرروا قرية عجاج التي تقع جنوب شرقي مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش، مضيفا أن القوات تمكنت من تدمير عربة مفخخة وقتل 7 إرهابيين. وتعد قرية عجاج القرية الثانية التي تسيطر عليها قوات غضب الفرات بعد أن تمكنت من السيطرة على قرية كسلة محمد آغا جنوب شرقي مدينة الرقة. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على نقاط للجيش المصري في شمال سيناء يوم أمس، والذي راح ضحيته 23 قتيلا. وأدى الهجوم على نقاط تمركز تابعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء إلى قتل 23 فردا من أفراد الجيش وجرح 33 آخرين. ويواصل الجيش المصري ملاحقة المسلحين الذين هاجموا نقطة عسكرية في منطقة البيرث جنوبي رفح، كما تقوم طائرات الأباتشي بتمشيط المنطقة. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن الرد القطري على قائمة مطالب الدول الأربع تنقصه المسؤولية، مشددا على أنه مذهل في سذاجته وضعف حجته. وعد قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع تويتر أن رد قطر قوض وساطة الكويت قبل أن تبدأ، مضيفا أن أي جهود دبلوماسية دون عقلانية من الدوحة ستبوء بالفشل. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الدول الغنية والاقتصادات الصاعدة إلى توفير المزيد من الأموال لتعليم الأطفال في مناطق الأزمات. وقالت سفيرة اليونيسف إنه لا يوجد مشكلة في العالم يمكن حلها بدون التعليم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.